السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. في قاعدة في القرآن عظيمة جدا لمن تدبرها وتأملها. هذه القاعدة يقول الله عز وجل فيها: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم إيه؟ أنتوا مش حظين ولا إيه؟ تاني إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. الله سبحانه وتعالى عطاؤه لك على قدر ما في قلبك لربك عز وجل. علشان كده بقول أنتوا ناويين تخشوا رمضان بأي قلب؟ إذا كان الإنسان منين إن شاء الله ناوي يخش رمضان بقلب فعلا مملوء بحب الله سبحانه وتعالى، حتما ولابد تفوز برمضان، حتما ولابد يعطيك الله سبحانه وتعالى أفضل مما طلبت. فأنا دايما بقول عطاءات ربنا سبحانه وتعالى متوقفة على ما في قلبك. يا ترى أنت في قلبك إيه؟ قبل ما أسألك وأقولك أنت في قلبك إيه، تعال نشوف الصحابة كان في قلوبهم إيه وربنا أدالهم إيه. واحد زي عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه، والد سيدنا جابر. عبد الله بن عمرو بن حرام أنتوا عارفين طبعا أنه هو مات شهيد في غزوة، يعني لا قرآن ولا سيرة، مات شهيد في غزوة أحد. سيدنا جابر رضي الله عنه بيقول: بين أنا أبكي أبي وأنا ببكي علي، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا جابر، هل تدري ما صنع الله عز وجل بأبيك؟ يوم أحد كان يوم مجزرة، قتل في هذا اليوم 70 واحد من الصحابة، منهم عبد الله بن حرام. سبحان الله، كان الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه يقول: تدبرت في الأدلة على وجود الخالق فوجدت أنها أكثر من أن تحصى، ووجدت من أعظمها دلالة أن العبد يسر في قلبه ما يحبه الله عز وجل، رغم إن هذا الأمر اللي جوه قلبك لم يطلع عليه إلا الله، إلا أن الله سبحانه وتعالى ينشره على رؤوس الأشهاد. هل نحن ندري ما كان في قلب عبد الله بن عمرو بن حرام ساعة المعركة؟ أنت كنت تعرف في قلبه إيه؟ طب وأنت كنت بتعرف في قلبه إيه؟ حدش فينا يعرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جابر، أخبرك بما صنع الله بأبيك. إن الله لم يكلم أحدا إلا من وراء حجاب، إلا أباك يا جابر، فإن الله كلمه بغير حجاب. فقال الله عز وجل له: عبدي تمنى علي. فقال: أي رب، إنني أتمنى أن تحييني لأعود إلى الدنيا لأقتل في سبيلك، ثم تحييني لأعود إلى الدنيا فأقتل في سبيلك، ثم تحييني فأعود إلى الدنيا فأقتل في سبيلك، فإذا وقفت بين يديك فأقول فيك يا رب. فاللي كان الآن في قلب عبد الله بن حرام رضي الله عنه، ما كان في قلبه هو الذي بلغه إلى هذه المنزلة. هو يتمنى الآن بعد ما مات واتقطع حتت في معركة أحد، يتمنى الآن أنه يرجع للدنيا مرة ثانية. ليه؟ علشان يقاتل ويقتل في سبيل الله ويتقطع حتت تاني، ثم يعيده الله إلى الدنيا علشان يقاتل ويقتل في سبيل الله ويتقطع حتت. كل ده فيك يا رب. فعشان كده أنا بقول يا إخواني، ارفعوا الآن من دلوقتي، إحنا هنتقطع حتت فيك يا رب في رمضان. مش هقول لك تحت السيوف، ولكن أنا هقول لك قطع نفسك حتت في رمضان، قيام وقرآن وذكر وحضور مجالس علم، بهدل نفسك في رمضان. لو الأمر ده قام في قلبك سيعطيك الله عز وجل ما أردت. وخير ما يدل على ذلك ان فعلا انت لو نويت من دلوقتي انك تقول يا رب فيك يا رب في رمضان، هتكون النتيجة ان ربنا هيعطيك ما اردت وفوق ما اردت. من خير ما يدل على ذلك برضو في معركة احد موقف عجيب حدث بين سيدنا سعد بن ابي وقاص وبين عبد الله بن جحش رضي الله عنهما. الاثنين قبل المعركة خلاص جيش المؤمنين طالع 1000، رجع 250 من المنافقين وضعاف الايمان رجعوا المدينة. لقى الجيش دلوقتي شايف نفسه 750 ألف قصاد جيش المشركين كان كام؟
3000 في وقت فعلا عصيب، لحظات وهتبدأ المعركة، ولحظات وقد أموت، ولحظات وقد أموت. وقف سيدنا سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن جحش الاثنين قصاد بعض، وكل واحد منهم بيقول يلا كل واحد مننا يتمنى أمنية. طب هم ليه يقولوا كده؟ لأن الاثنين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم ثنتان لا تردان، في دعوتين لا تردان أبدا، دعوة عند التقاء الجيوش ودعوة دبر كل الصلاة. فعند التقاء الجيوش دلوقتي الجيشين واقفين قصاد بعض، فسعد بن أبي وقاص بدأ يرفع إيديه ويقول اللهم لقني رجلا شديدا بأسه شديدا حرضه أقاتله ويقاتلني فأقتله فأخذ سلبه فأعطاه الله ما أراد. صح؟ يبقى ما كان قائم الآن في قلبه، طبعا ما كانش في قلب سعد بن وقاص، عشان ما حدش بس يفهم غلط، ما كانش قائم في سعد في قلب سعد بن وقاص انه عايز فلوس، ولكن لما يقتل رجل هتكون النتيجة ان الرجل شديدا بأسه، ده لما بيقع في المعركة الجيش بيقع هو كمان، ولما بيقتل رجل بيضعف في جيش المشركين، عشان برضو ماخدين الامور ماشية ازاي. اما سيدنا عبد الله بن جحش رفع يديه الى السماء وقام في قلبه الان الخير، فاعطاه الله خيرا مما طلب. فقال عبد الله بن جحش اللهم لقيني رجلا شديدا بأسه شديدا حرضه اقاتله ويقاتلني فيقتلني فيجدع انفي ويجدع اذني، فاذا وقفت بين يديك فسألتني في اي شيء جدعت انفك وجدعت اذنك فاقول فيك يا رب، فأقول فيك يا رب. سعد بن أبي وقاص بيذكر إن بعد ما المعركة انتهت وجد إن فعلا عبد الله بن جحش تحت شجرة قد قتل وجدعت أنفه وجدعت أذنه والاتنين ربطوا بخيط وتربطوا على جذع شجرة، مات تحتها عبد الله بن جحش. ما أراده بقلبه اللي حصل أعطاه الله سبحانه وتعالى له. ماذا قام في قلبك لرمضان؟ نصحتي عشان أختم هذه الكلمة، نصحتي فيك يا رب، تنسوهاش، فيك يا رب. موطن الشاهد اللي كان بين عبد الله بن جحش وبين عبد الله بن عمرو بن حرام، الاثنين عايزين يتقطعوا حتت، من باب فيك يا رب. أقم في قلبك فيك يا رب إن شاء الله بإذن الله، مش عايزين الكلمات الانهزامية بتاعتنا، أصل رمضان مش هنحس بيه، أصل رمضان هيروح مني، أصل رمضان هيضيع، أصل رمضان ملاش الكلام ده، ولكن كلامك دايما فيك يا رب إن شاء الله من دلوقتي. أنا ما كان قائما في قلبي الآن هو إن شاء الله أنها أقطع نفس القيام، ولن أكتفي بقيام المسجد، ولن أكتفي بمسجد بيصلي بجزء، ده أنا هرجع بيتي وهكمل، لن أكتفي إن أنا أختم في رمضان ختمة، لا ده أنا هختم 2 و3 و4، كل ده من باب فيك يا رب، كل ده من باب فيك يا رب. فلو طلبتها بصدق بلغك الله عز وجل ما أردت. وما تنساش، وما تنساش إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن كان في ناس نفسها تصل إلى الخير ولكن عجزت، فأعطاها الله ما أرادت، أعطاها الله ما قام في قلبها. لما عاد النبي من غزوة تبوك أول ما قرب من المدينة ميل إيه؟ لقد خلفنا بالمدينة أقواما، ها؟ ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر. حبسهم الإيه؟ حبسهم العز. الناس دي قام في قلبها لو معاها كانت خرجت، لو معاها كانت قاتلت، لو معاها كانت جاهدت. فيك يا رب، فيك يا رب، ربنا ادالها ما أرادت. إنه من الآن، إنه من الآن، ولازم تفهم كويس جدا، اللي هيسبق في رمضان هو اللي كان الآن من دلوقت، من دلوقت في قلبه حرص على الطاعة في رمضان، حرص على البذل. خدوا بالكم الصحابة رضوان الله عليهم ما سبقونا بمزيد صلاة ولا مزيد صيام، ولكن سبقونا بحاجة كانت موجودة جوه القلب، كانوا بيقولوا الكلام ده في شأن الصديق رضي الله عنه، والله ما سبقكم الصديق بمزيد صلاة ولا صيام، ولكن سبقكم بشيء إيه؟ بشيء إيه؟ إيه اللي وقف في قلب الصديق؟ فيك يا رب. إيه اللي وقف في قلب الصديق؟ فيك يا رب. يعني لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، ده المعنى اللي أنا حبيت أغرسه في قلوبكم بهذا اليوم يا إخواني، إخواني أقم في قلبك مقام الآن إنك هتقتل نفسك طاعة لله عز وجل،
انت مش ان شاء الله باذن الله, يعني احنا نرجو ان شاء الله نحن نكون مع الصحابه باذن الله يوم القيامه في الجنه, ولكن لن نكون معهم الا اذا مشينا على طريقهم. عبد الله بن حرام اتقطع فيك يا رب, سعد بن ابي قاص عبد الله بن جحش مثل به فيك يا رب. حبيت ادندن على المعنى ده علشان اغرس في قلبك, اقم في قلبك انك هتقطع نفسك, ساعتها هيتحول العمل القلبي اللي جوه قلبك ده ان شاء الله باذن الله بعد كده لطاعه وعباده وقرب واجتهاد في طاعه الله عز وجل في رمضان. اسال الله سبحانه وتعالى ان يبلغنا اياكم رمضان. واشكر دكتور حازم ان ترك الفرصه النهارده انا اتكلم هذه الكلمه, انا والمشايخ اللي هيتكلموا ان شاء الله, فجزاه الله خيرا. واسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا اياكم المحب والرضا, وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين. رب يسر وأعن وبارك يا كريم. وبعد, عندنا فرح حقيقة, إحنا كمسلمين احنا عندنا فرح وداخل علينا فرح كبير جدا اللي هو رمضان. فلما كانت البشارة تسر العبد وتفرحه, استحب للعبد ان يبشر اخاه بما يفرحه, والله سبحانه وتعالى امرنا بذلك وندبنا الى ذلك, فقال سبحانه وتعالى وبشر الصابرين, وقال الله سبحانه وتعالى وبشر المؤمنين. فهنا علينا أن نمتثل أمر الله سبحانه وتعالى بأن نبشر بهذا الضيف العزيز الذي سيقيم فينا هذه المسابقة الكبرى التي مدتها أيامه ومادتها الصلاة والصيام والعبادة. هذا الضيف العزيز الذي يقيم فينا هذه المسابقة, ولكن يا ليت شعري كم من الناس يكون من الفائزين ويكون من المقبولين ويتسنم أعلى درجات الجنة, وكم من الناس يخسر هذا السباق الكبير ويتخلف مع المتخلفين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبشر أمته بقدوم هذا الضيف الكريم ويعدد لهم خصاله الفارقة المميزة له عن سائر الشهور, فيقول صلى الله عليه وآله وسلم مهنئا ومبشرا, وحتى يستعد الناس لهذا الضيف ويأخذوا له عدته, فيقول صلى الله عليه وآله وسلم أتاكم شهر رمضان, عد معايا, شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه, تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم ويغل فيه مردة الشياطين, فيه ليلة خير من ألف شهر, من حرم خيرها فقد حرم. أن يشبه هذا الزمان زمانه. نعم أيها الإخوة, ننظر إلى هذا الشهر الفضيل, شهر الفرحة, عندنا فرح حقيقي, فكيف لا يفرح المؤمن بشهر تفتح فيه أبواب الجنة, وكيف لا يفرح العاصي المذنب بشهر تغلق فيه أبواب الجحيم, وكيف لا يفرح الإنسان العاقل بشهر تصفد فيه الشياطين. نعم أيها الإخوة, كيف لا يفرح المؤمن بشهر تفتح فيه أبواب الجنة, أبواب الجنة التي تنسيقها في الإحدى عشر شهر التي بعد شهر رمضان, تنسيق دخول الجنة كم في الآكاء قد إيه؟ واحد في الألف. يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان, يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان. والله ما كسدت الجنة فيستامها المفلسون, ولا والله ما بارت الجنة فيبتاعها نسيئة المعسرون, إنما أقيمت الجنة في سوق من يزيد, فلم يرضى لها ثمنا إلا التضحية بالأموال والتضحية بالنفس والنفيس في سبيل تحصيل جنة الله سبحانه وتعالى. يأتي هذا الشهر الفضيل فتفتح فيه أبواب الجنة, الحق بسرعة, ألا إنه من خاف أدلج
ومن أدلج وصل المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فهل هتلحق تخش الجنة في رمضان قبل ما تتقفل الأبواب دي تاني وترجع للتنسيق المعهود في 11 شهر إن من كل 1000 واحد بس يخشوا الجنة؟ نعم أيها الإخوة، فرصة عظيمة وفرحة كبيرة غامرة للمؤمن الذي هدفه، الذي يضعه نصب عينيه هو جنة الله سبحانه وتعالى ورضوان الله سبحانه وتعالى. شهر تغلق فيه أبواب الجحيم، تغلق فيه أبواب الجحيم. كلنا استوجب، وكلنا ذو خطأ، من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسن فقط. فكلنا تجهرمنا على معاص ارتكبناها، وكلنا قصرنا في حق ربنا سبحانه وتعالى. تعرف تنسيق دخول جهنم قد ايه؟ من كل 1999 بني آدم على جهنم عدل، ده طول السنة. يجي شهر رمضان تغلق أبواب الجنة لكثرة عتقاء الله عز وجل من النار في هذا الشهر الفضيل. فكيف لا يفرح التائب، فكيف لا يفرح المذنب بهذا الشهر الفضيل الذي تغلق فيه أبواب الجحيم؟ يا هذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، قد أضلك شهر الصوم بعدهما، فلا تصيره أيضا شهر عصيان. هيبقى هو كمان يعني، قول لي بالله عليك، إذا ما كناش هنفلت بجلدنا من جهنم في رمضان، وإذا ما كناش هنحقق أملنا بدخول الجنة في رمضان، فإمتى هننفت بجلدنا من جهنم؟ وإمتى هنحقق أملنا في أي شهر؟ قل لي بالله عليك. فهذا الشهر شهر فرحة للمذنبين وللمخطئين وللمقصرين في حق الله سبحانه وتعالى. لذلك أولى وأول ما يستقبل به شهر رمضان التوبة النصوح إلى الله سبحانه وتعالى. ولولا أن هذه الكلمة مركبة على الاختصار الشديد لحشيت كثيرا على كلمة النصوح. فكثير من الناس في مسألة التوبة يتوب توبة مغشوشة، يتوب توبة مدخولة، ليست توبة نصوحا، ليست توبة حقيقية. نعم أيها الإخوة، كيف لا يفرح المؤمن، كيف لا يفرح العاقل بشهر يصفد فيه الشياطين؟ شهر ملكش فيه حجة، يعني طول السنة وانت كل ما بتذل في ذنب، وكل ما بترتكب خطأ، وكل ما بتخسر في حق الله سبحانه وتعالى، تقول اللهم اخزيك يا شيطان، اصل الشيطان ضحك عليا. طب خلاص حجتك فرغانة في رمضان، ما فيش شيطان في رمضان، علشان تعرف ان اعدى اعدائك مش الشيطان، ان اعدى اعدائك حاجة هي بين جنبيك، هي نفسك، دي اشد عليك من الشيطان الرجيم. فعلينا ان نفرح فرحا شديدا. فهذا الشهر شهر تفتح فيه ابواب الجنة، تغلق فيه ابواب الجحيم، يغل فيه مردة الشياطين. لكن كيف يستقبل شهر رمضان؟ للأسف الشديد نجد كثير من الناس يعني يستقبلون الشهر بما ليس له بأهل، يستقبلون شهر الصيام بصنوف الطعام والشراب وصنوف ما لذ وطاب من التمور ومن اليميش ومن الفاكهة ومن الحلويات، بل لربما بعد الأمر عن ذلك وعن التوسع في المباحات للتجهرم والتجرؤ على المعاصي. فنجد الخيم الرمضانية، خيم رمضانية دي احنا اول ما واحد يعني لو السلف الصالح عرفهم انه هيخلفوا ناس هيعملوا خيم رمضانية، فاول ما يتبادر لذهنه خيم رمضانية يبقى دي خيم هيعكفوا فيها على القرآن الكريم، هيعكفوا فيها على الذكر والدعاء وتحصيل العلم الشرعي. لا، يفوجئهم انها خيم رمضانية لتدخين الشيشة بالتفاح، وما ادراك ما بعد ذلك. سبحان ربي العظيم. يقول لك دورات رمضانية، دورات رمضانية. اول ما السلف الصالح يسمعوا دورات رمضانية يقول لك دي دورات بقى مكثفة في حفظ القرآن الكريم، في تدبر القرآن الكريم، في التدرب على
حسن القيام بين يدي الله في القيام دورات رمضانية تفوجأ إنها دورات في كرة القدم أو في الكرة الشراب بيضيعوا بيها أوقاتهم وبيفوتوا على نفسهم هذه الفرصة الكبيرة. سبحان ربي العظيم. أوردها سعد وسعد مشتمل. ما هكذا يا سعد تورد الإبل؟ ما هكذا يستقبل هذا الشهر الفضيل؟ شهر رمضان يستقبل بالتوبة، شهر رمضان يستقبل بالدعاء، شهر رمضان يستقبل بالاجتهاد في أن تصوم صيام خواص الخواص، شهر رمضان يستقبل بالقيام، شهر رمضان يستقبل بالاعتكاف، شهر رمضان يستقبل بالعمرة، شهر رمضان يستقبل بصلة الرحم، شهر رمضان يستقبل بالمنافسة في البذل وفي الصدقات. هكذا يستقبل هذا الشهر الفضيل. لكن أن نصير الشهر هكذا بهذه الصورة ويضيع علينا هذا الشهر الفضيل، أيها الإخوة الأفاضل، قبل ختام كلمتي أقول لك إن هناك خاصية عظيمة لشهر رمضان قدمت بها وأحشي عليها، ألا وهي أنه تصفد فيه الشياطين، تغل فيه الشياطين وتعتقل فيه الشياطين. لكن للأسف الشديد، وإن كانت شياطين الجن معتقلة مصفدة في رمضان، إلا أن شياطين الجن مطلقة، وقد استعدوا لكم استعدادا كبيرا. بعضهم بياخد في المسلسل الواحد 30 مليون جنيه. يا ترى الناس دي بتبعتر فلوسها كده، ولا ده فعلا هو محتاج انه ينفق هذه النفقة؟ دي أجرة ممثل واحد، انا مش بكلمك على المسلسل اتكلف قد ايه، ما بكلمكش على عدد المسلسلات قد ايه، ما بكلمكش على ما هو ابعد من المسلسلات، من برامج المنوعات وبرامج التوك شو وبرامج الى غير ذلك من الاشياء التي استعد لك بها شياطين الانس حتى يقطعوا عليك طريقك إلى ربك، وحتى يقدموا لك وجبات قلبية مسمومة يسمموا بها قلبك فلا يقبل هدى ولا يقبل طريق الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الأفاضل، ننظر إلى هؤلاء شياطين الإنس وشياطين الجن. أميرهم الأكبر الشيطان الرجيم إبليس اللعين، انظر إلى خطبته في النار عندما يتبعه أولياؤه ويتبعه من سمعوا كلامه وتقلدوا أقواله، عندما يتبعونه يسبونه ويشتمونه ويقولون له خيبتنا وضيعتنا وكذبت علينا وغررت بنا، فيقدمهم في النار، يأتي أميرهم هو في النار، ثم يأتي أن أتباعه من ورائه، ثم ينصب له منبر من نار فيقوم عليه فيخطب خطبة عصماء في أبلغ ما تكون، خطبة موضوعها الندالة بالدرجة الأولى، أبلغ خطبة في الندالة خطبة إبليس. يا ترى الخطبة دي متسجلة في أي كتاب؟ متسجلة في كتاب ربنا، علشان ما يبقاش حد له حجة إنه ما يعديش عليها. فالخطبة ديت مش متسجلة في أي كتاب من الكتب، لا، ده متسجلة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. اسمع أبلغ خطبة ندالة في العالم، وأبلغ خطبة تبري من الأتباع في العالم، وهو يقول كما أخبر الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجابتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. كعبارات في أبلغ ما يكون. قال لك ده أنتوا كنتوا بريال، ده أنا كنت بس بقول له بس كده، إيه رأيك لو تبص؟ ألاقيه على طول ما أنججها وماشي بيها على الكورنيش، أنا بقول له تبص بس، انا بقول له ايه رايك لو فتحت، الاقيه فاتح لي 100,000 موقع من اياهم،
وبعدين تيجي تقول الله يخزيك انت اللي ضيعتني، لا انت انت كنت سهل جدا، ده انت كنت قريب جدا. زي برضو ما شياطين الانس استعدوا لك بوجبات مسمومة وعملوا لك البرومات بتاعة المسلسلات وبتاعة البرامج وغير ذلك وسبوك، ما هماش هيضربوك على ايدك، انت اللي بتضيع وقتك بوقتك بنفسك. فلذلك ايها الاخوة الافاضل، علينا ان يكون لنا شعار في هذا الشهر الفضيل، وأعظم شعار أن يكون شعارنا كتاب ربنا سبحانه وتعالى، من ذلك قول ربنا سبحانه وتعالى: وعجلت إليك رب لترضى. ليكن شعارك في رمضان قول ربك سبحانه وتعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إذا فرغت من عبادة فانصب لعبادة أخرى، وإذا فرغت من عمل الدنيا فانصب لعبادة ربك. ليكن شعارك في رمضان قول ربك سبحانه وتعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، وانقطع لعبادته انقطاعا، فيش وقت تضيعه إن شاء الله حتى في المباحات، ده وقت شريف عاوز تحصل فيه الجنة، وعاوز تبعد فيه عن نار جهنم، وعاوز تحصل فيه والطريق قدامك سالك من كل معوقات. فعلينا أن نهتبل هذه الفرصة في أن نحصل الخير الكثير قبل أن نندم ولا تحين مندم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، وأن يوفقنا للاجتهاد فيما يرضيه سبحانه وتعالى، وأن يوفقنا للتعاون على البر والتقوى. نسأله سبحانه وتعالى أن يبيض هذه الوجوه، وأن يحسن خاتمتنا جميعا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواني يا بي؟ في شيخ طارق عمل فيكوا يا رجاله. شيخ طارق ما شاء الله لا قوه الا بالله، يعني ما شاء الله اكتر بالله، يعني من يعني الواحد بيفخر ان يعني ان الشيخ طارق صدوق لي. اللهم لك الحمد، يعني كلما جلست معه سمعت يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله من فهم القران والسنه، يعني الحاجات اللي تسعد الواحد بالصحبه الصالحه. والله يا اخوان السؤال اللي في الاول: بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، هل صليت الليله على النبي صلى الله عليه وسلم؟ صليت الليله ولا لا؟ ها، صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحدث عن الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانشري الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يا اخواني انا ما في مره تكلمت فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ووجدت فتح في الدنيا وفي الدعوه لم اكن اتخيله. والله يا اخواني ما في مره تحدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم وناصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ووجدت فتوحات عجيبه ونصره من الله عجيبه، وتلاقي الحاجه اللي انت اتكلمت عن النبي فيها مليون حد عرف بيها وسمعها وانتشرت ليه، وانت ما انتش قادر تفهم. يا جماعه الدرس اللي كان قبله يا دوبك اللي سمعوا عدد معين، والدرس اللي كان بعد كده اشمعنا لما بنتكلم عن النبي بنرفع، اشمعنا لما بنتكلم عن النبي بننصر، اشمعنا لما بنتكلم عن النبي بنمد وبنؤيد عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. اخواني واحبابي في الله، عايزين نقول ايه النهارده؟ النهارده تويتات رمضانيه. يعني ايه تويتات رمضانيه؟ يعني احنا بنتكلم عن رمضان ولكن كلام سريع عشان يستوعب يعني يعني اخواننا من الدعاء، وهذه الباقه من الدعاء. من عده سنوات يا جماعه احد رجال الاعمال، يعني كانت قضيه مشهوره وملناش دعوه بالحكم القضائي بتاعها، احد رجال الاعمال اتهم في قتل يعني واحده يعني 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 تسمى فنانه يعني في دوله من دول الخليج، وحكم عليه بالاعدام، وحكم عليه بالاعدام. القضيه ان قرات في جريده من الجرايد انه هو عارض على اهلها بعد ما اتحكم عليه بالاعدام، الكلام ده كان وقتها، انه عرض على اهلها عشان يتنازلوا عن القضية 5 مليار دولار. 5 مليار دولار، يعني حوالي 35 مليار جنيه مصري بالعملة بتاعته، حوالي 35 مليار جنيه مصري.
انا لما بصيت للوضع ده قلت سبحان الله العظيم، الراجل ده بيدفع المبلغ الرهيب ده ليه؟ عشان يعتق رقبته من حبل المشنقة، من اجل ان يعتق رقبته من حبل المشنقة. لو انت مكان الراجل ده هتدفع الفلوس دي ولا لا؟ هتدفعها؟ انا لو مكانه هدفع 500 مليار دولار. ليه يا عم اعتق رقبتي من حبل المشنقة؟ قال لا، ازاي وعشان ايه يا اخوانا؟ اذا كان في انسان عشان يعتق رقبته من حبل المشنقة مستعد يدفع 5 مليار دولار، امال انا وانت وانتي مستعدين ندفع كام عشان نعتق رقبتنا من النار؟ هو ده رمضان يا جماعة. رمضان يعني عتق رقبة من النار. عارف يعني عتق رقبة من النار؟ انت عارف يعني ايه النار؟ انت عارف يعني ايه زنازين النار؟ انت عارفة يعني ايه لهيب النار؟ احنا في الصيف اللي احنا فيه ده لما النور بيتقطع شوية شوف بيبقى كل واحد مننا حالته شكلها ايه. انت عارف يعني ايه جهنم؟ انت عارف يعني ايه العذاب بنار جهنم والعياذ بالله؟ لما تتخيل ابواب جهنم وجحيم جهنم وزنازين جهنم تبدأ فعلا تفهم يعني انت عندك فرصة ان تعتق رقبتك من النار باذن الله سبحانه وتعالى. اخواني في الله واحبابي في الله، لو واحد دخل اعظم مستشفى في الدنيا واكبر مستشفى في الدنيا وفيها احدث اجهزة في الدنيا وفيها امهر اطباء في الدنيا وبيكتبوا اقوى دواء في الدنيا، والراجل ده دخل المستشفى كل ما الممرضة تديله حباية الدواء يقوم رميها في صندوق الزبالة اللي جنبه من غير ما حد ياخد باله، الراجل ده هيروق؟ الراجل ده مش هيروق. ليه؟ لانه لا يتناول العلاج. كل امكانيات المستشفى مش هتنفعه. رمضان عامل زي المستشفى دي، لو انت ما خدتش العلاج بتاع رمضان، لو انت ما دخلتش المستشفى بتاعت رمضان وتناولت جرعات العلاج مظبوطة هتستفيد من رمضان بايه؟ عشان كده اخواني واحبابي في الله عايزين نتدبر مع بعض. لما ربنا يقول على رمضان في سورة البقرة اياما معدودات، ايام معدودات، لما ام بتموت تقول لابنها يا ابني انا ايامي في الدنيا معدودة، يعني اياما معدودات؟ يعني ابواب السماء السبعة مفتوحة اياما معدودات، يعني ابواب الجنة الثمانية مفتوحة اياما معدودات، يعني اوكازيون على الجنة بكل ما فيها وبكل درجاتها اياما معدودات، يعني ليك فرص للعتق من النار ليل نهار اياما معدودات، يعني دعائك مستجاب اياما معدودات. يبقى احنا باذن الله سبحانه وتعالى بنستعد ان احنا في خلال ايام نستقبل هذه الايام المعدودات. لما بقرأ تتكلم عن رمضان والجنة، الحياة يا جماعة يعني سبحان الله العظيم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول للصحابة بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت. خلاص بني الإسلام. فواحد جه للنبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا رسول الله، أرأيت بقى لو أنا شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله عليه الصلاة والسلام وصليت الخمس وحججت البيت وصمت رمضان وقمت، اين انا؟ قال: مع الصديقين والشهداء. الوقتي النبي عليه الصلاة والسلام قال ان بني الاسلام على خمس، الراجل ده جاب نفس الفرائض بتاعت الاسلام والاركان بس زود كلمة واحدة: وصمت رمضان وايه؟ وقمت. يعني يا رسول الله انا هعمل الاركان ده بس، ولكن انا هوصل الليل بالنهار في رمضان. النبي عليه الصلاة والسلام قال له ايه؟ مع الصديقين والشهداء. يبقى رمضان بيرفعك لدرجة الصديقين في الجنة، رمضان يرفعك لدرجة الصديقين بالجنة لو عبدت ربنا فيه ليل نهار. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما رجلين من قضاء من بلا حي من قضاء، لما واحد منهم استشهد في معركة واحد منهم مات بعديه بسنة على السرير بتاعه، وطلح بن عبيد الله رأى أن باب الجنة قد فتح ونودي الذي مات على سريره واخر الذي مات شهيدا. الصحابة بدأوا يتكلموا: وفيه ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام ربنا على ان الشهادة دي ملهاش مثيل. راح للنبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اي ذلك تعجبون؟ مستغربين من ايه؟ من اي ذلك تعجبون؟ ايه اللي مخليكم مستغربين؟ اليس قد عاش عاما بعده وصام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة
وكذا وكذا من صلاة السنة، وفي قراءة من صلاة السنة، وصام بعده رمضان. يعني لما جبنا كفتين ميزان، كفة ميزان حطينا فيها الجهاد في سبيل الله، وكفة ميزان حطينا فيها رمضان، الكفة اللي رجحت هي رمضان يا جماعة. يعني رمضان يرفعك فوق درجات الشهداء في الجنة. يعني الحديث اللي فات رمضان بيرفعك لدرجات الصديقين في الجنة، والحديث ده رمضان بيرفعك لدرجات الشهداء، بل فوق درجات الشهداء في الجنة، بل الأشد من هذا. حينما ذهبت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت له أبو طلحة زوجي راح يحج وما خدنيش معاه، قال لها أما علمت أن عمره في رمضان، اللهم ارزقنا يا رب، أن عمره في رمضان تعد الحجة معي. تعد الحجة ايه؟ معي، مع النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ايه معي؟ يعني مقام الصحابة يا جماعة. كلمة معي ديت يعني اللي يعمل دي ياخد مقام اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث ده فهمني ليه الصنابحي رحمه الله لما وصل المدينة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام بخمس ايام، لان كان هاجر للنبي بعد موت النبي بخمس ايام، فاول سؤال سأله اول ما عرف ان النبي عليه الصلاة والسلام مات ايه؟ فأخبرني عن ليلة القدر. طب ليلة القدر امتى؟ طب موسم رمضان امتى؟ ليه؟ لانه قالك اذا كان صحبة النبي فاتتني في حياته فلن تفوتني في الاخرة، اذا كان فاتتني ان انا ابقى من اصحابه في الدنيا فلن تفوتني ان انا ابقى من اصحابه في الاخرة. طب ايه اللي يخليني مع النبي في الجنة؟ رمضان. يعني رمضان يرفعك في الجنة لمقام اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. أما علمت أن عمره في رمضان تعد الحج معي؟ يا أخوانا فتحوا ذهنكم شوية. النبي بيقول لك عمره بحجة، العمرة نفل والحجة فرض، يعني النفل بيضاعف لمقام الفرض. العمرة ثوابها كام في المية من ثواب الحجة؟ واجهادها كام في المية من اجهاد الحجة؟ العمرة في رمضان عدلت حجة ومع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى إذن عمره بقت حجة في صحبة رسول الله. الفرق بينهم كم ضعف؟ 100 ضعف أكتر، ده حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام. 1000 ضعف أكتر، أكتر من 1000. الله الله، يعني الكريم قال لك إن نافلة ضعفت بقت حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى صفحة القرآن تبقى بقد إيه؟ يبقى ختمة القرآن تبقى بقد إيه؟ عشان كده لما بشوف حديث ليلة القدر وآية ليلة القدر، قول الله سبحانه وتعالى ليلة القدر خير من 1000 شهر، مش ليلة القدر ب1000 شهر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، يعني أحسن من 1030 يوم، يعني أحسن من 30,000 يوم، يعني الليلة نص يوم، يعني أحسن من 60,000 ضعف. أنت متخيل يعني ختمة القرآن ليلة القدر ب60,000 ختمة؟ يعني لو انت مشيت على انك تختم في العشرة الاواخر كل 3 ايام ختمة، لو انت ختمت في ليلة القدر تلت القرآن، يعني انت تبقى بكم ختمة؟ تلت القرآن بكم ختمة؟ 20,000 ختمة في ليلة، ميزانك يزداد 20,000 ختمة. لان نضرب في 60,000 على طول، صفحة القرآن ب60,000، يعني صفحة القرآن بكم ختمة؟ الختمة 600 صفحة، يعني صفحة القرآن بكم؟ ب100 ختمة. صفحة القرآن في ليلة القدر ب100 ختمة للمصحف كله. انت متخيل الثواب ده شكله ايه؟ تفطير الصايم في ليلة القدر ب60,000 تفطير صايم، مكالمة صلة الرحم في ليلة القدر ب60,000 صلة رحم، الركعة في ليلة القدر ب60,000 ركعة. انت متخيل انك انت داخل على هذا الموسم العظيم، ان بقى ربنا بيقول خير من 1000 شهر، يعني خير من 83 سنة عبادة. انت عمرك ما هتعيش 83 سنة الا ان يشاء الله، و 83 سنة مشفيين، لا فيهم نوم ولا فيهم مرض ولا فيهم ما قبل البلوغ ولا فيهم امراض اخر العمر ولا فيهم اتصالات ولا فيهم مواصلات ولا فيهم فطار وغدا وعشاء ولا فيهم شغل ولا فيهم دراسة ولا فيهم امتحانات ولا فيهم كسل ولا
83 سنة مشفيين يتحطوا في مزانك في ليلة واحدة. يبقى انت متخيل ان الموضوع ده يعني مش اخطر موضوع في حياتك؟ عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام بيقولك فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها الا محروم. ما بيتحرمش منها غير انسان محروم والعياذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام بيقولك في رمضان لله في كل ليلة عتقاء من النار، وفي كل يوم وليلة. انت عارف يعني ايه؟ يعني ايه عتقاء من النار؟ انت عارف يعني ايه نار؟ انت عارف يعني ايه انك انت تنجو من النار بسبب عبادتك في ليلة من الليالي؟ لله في كل ليلة ويوم، في كل يوم وليلة عتقاء من النار. والرسول ما قالش عتقاء بسبب ايه؟ بسبب الصيام ولا بسبب القرآن ولا بسبب الدعاء؟ انت عندك 1000 فرصة تعتقك من النار في كل يوم وليلة. طب يعني ايه في كل يوم وليلة؟ يعني لازم تدخل كل يوم وليلة بهدف، يعني من اول ليلة في رمضان على يعني الكلام الفلكيا على مصر ان رمضان الحد الجاي باذن الله سبحانه وتعالى، الحد اللي بعد الجاي، يعني يبقى السبت بالليل. السبت بالليل ده فلكيا يعني توقيت السعوديه الله اعلم بقى، ولكن على توقيت مصر الحد يعني السبت بالليل، يعني السبت المغرب يبدا رمضان. انت متخيل يعني ايه من اول ليله داخل ليك هدف؟ يعني ايه في كل يوم وليلة؟ يعني لو فرطت وضاع منك حاجة قدامك فرصة تعوض كل اللي راح منك. طب يعني ايه في كل يوم وليلة؟ يعني اوعى تضيع ولا يوم ولا ليلة. لما اقولك البرنامج ده 30 حلقة، كل حلقة الجائزة الاولى عربية بي ام، يبقى اذا اوعى تضيع ولا حلقة. اهو ده بالظبط كده، في كل يوم وليلة عتقاء من النار. لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك انزلت صحف ابراهيم في اول ليلة من رمضان، يعني من اول ليلة، خد بالك، من اول ليلة الانوار بتنزل، من اول ليلة الفتوحات بتنزل. وانزلت التوراة لست مضينا من رمضان، وانزل الانجيل 13 خلينا من رمضان، وانزل الزبور 18 خلينا من رمضان، وانزل القرآن 24 خلينا من رمضان. صحف ابراهيم نزلت في رمضان، التوراة نزلت في رمضان، الانجيل نزل في رمضان، الزبور نزل في رمضان، القرآن نزل في رمضان. يعني رمضان هو شهر انارة السماء للارض، رمضان هو شهر تنزل انوار السماء الى الارض. يا ترى النور بتاعك انت هيبقى ايه السنة دي؟ ويا ترى النور بتاعك هيبقى امتى؟ النبي بيقول لك الزبور يوم 19 او ليلة 18، 18 يعني 18 خلينا يعني ليلة 19، والقرآن 24 خلينا يعني ليلة 25، والانجيل 13 يعني ليلة 14، والتوراة ليلة 7، والصحف ابراهيم ليلة 1. يعني في اي ليلة؟ يعني في اوله ممكن تتنزل الانوار، في وسطه ممكن تتنزل الانوار، في اخره ممكن تتنزل الانوار. الاخوة تيجي في اول يومين في رمضان ينشطوا، وبعد كده العشر الاواخر، العشر الاوائل نزل فيهم صحف ابراهيم والتوراة، والعشر الاواسط نزل فيهم الانجيل والزبور، والعشر الاواخر نزل فيهم صحف ابراهيم. يعني اذا يا اخواني في الله، في اي لحظة في رمضان يمكن ان تتنزل الانوار. اين انت من رمضان؟ اين انت من هذا الموسم العظيم، من هذا الموسم الجليل؟ رمضان ده ريستارت يا اخواننا للأمة، ريستارت. لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، شهر من الشهرة، حاجة مشهورة عند اهل السماء وعند الصالحين، وفي قراءة شهر رمضان، شهر بالنصب باسلوب الاغراء، يعني الزم شهر رمضان، احذر ان تضيع شهر رمضان، اسلوب الاغراء. شهر رمضان ده شهر يا جماعة، مش معسكر شبابي 3 ايام، مش معسكر، مش ليلة ايمانية، مش يوم تربوي، مش طلع مقابر ساعتين، ده شهر يا اخوانا. شهر رمضان من المعاني العجيبة في اللغة للجذر بتاع رمضان، ان الرمض هو المطر اللي بينزل على الارض بعد ما اتحرقت، بعد ما التهبت، بعد ما شققت. ان رمضان
عامل يا اخوانا زي نقطة المية اللي نازلة على الارض والارض هتموت عليها. ان رمضان ده اغاثة زي واحد غايز تحت المية واتقطع انبوبة الاكسجين عنه وهو بيموت، واحد جه مديله انبوبة اكسجين. اهو رمضان ده شهر اغاثة، شهر اغاثة لقلوبنا، للامراض بتاعت قلوبنا. من معاني رمضان الرميض اللي هو زي الموس كده، السيف اللي حده حامي قوي. رمضان ده عملية جراحية، رمضان ده استئصال لبؤر الشهوات والشبهات من قلبك. ولكن لو عشت رمضان صح، من معاني رمضان الرمضاء، الحجارة المولعة نار. رمضان يا اخوانا هيحرق الامراض اللي جواك، رمضان هيحرق الشهوات اللي جواك، هيحرق الشهوات اللي جواك. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، يعني رمضان ده الستارت، البداية كانت في رمضان، والبداية بتاعتي وبتاعتك وبتاعتك هتبقى في رمضان. الذي انزل فيه القرآن هدى للناس، هيديك خط سير في حياتك. مشكلة معظم الناس في حياتها، بل مشكلة كل الناس في حياتها، انه يخرج بخط سير. اعمل ايه؟ وبينات من الهدى والفرقان. يعني ايه الفرقان يا جماعة؟ مصيبة الامة الوقت التمييع، اللي التوك شو بيعملوه في الامة الوقت، اللي العلمانيين بيحاربوا الامة بيه الوقت، انه يميع لك الدين، ان الدنيا تميع. لما جه المشركين يبنوا الكعبة قبل النبي عليه الصلاة والسلام، قبل بعثة النبي، قالك مش هنحط في بناء الكعبة مال حرام. قالك يعني مال حرام؟ قالك اللي بيتعامل بالربا ما ينخدش منه فلوس، اللي بيخلي الجواري بتاعته تقع في الزنا رايات حمر وياخد فلوس من وراهم ما ناخدش منه فلوس، اللي بيتعامل في السحر والكهانة ما ناخدش منه فلوس. ما عرفوش يكملوا بناء الكعبة، وفضل حجر اسماعيل رغم انه من جوه الكعبة براها، لانهم ما عرفوش يكملوا البناء. ناس واضحة مع نفسها ساعة ما جت تبني الكعبة قالوا مش هندخل فيها حرام. ايه الحرام؟ الحرام حرام بقى. احنا الوقتي الربا بقى اسمه ايه؟ الخمرة بقى اسمها ايه؟ الفجور بقى يتسمى فن ازاي؟ التمرد على الله والتمرد على شرع الله بقى اسمه ايه؟ يقولك حرية فكرية. فجور المرأة بقى اسمه تحرير المرأة. يبقى الوقت مصيبة الواقع اللي احنا عايشين فيه التمييع، ان في ناس كتير ما عادتش عارفة ده حرام ولا حلال. ده بيقول حرام، وده بيقول حلال، وده بيقول مكروه، وده بيقول مستحب، والدنيا متلبسة على الناس. شهر رمضان بيرجع الحرام حرام والحلال حلال، وبينات من الهدى والفرقان. الفرقان يا جماعة غير الهدى. الهدى ان الحق يتعرف، ده الحق. امال الفرقان؟ ان الباطل يتعرف، ده الباطل. رمضان اللي هيعبد ربنا في رمضان هيعرف مين الحق ومين الباطل، هيعرف مين الصح ومين الغلط، هيعرف ايه الحلال وايه الحرام. عشان كده اهل الباطل مرعوبين من رمضان، لانه نظارة بترجع نظر الامة سليم تاني، تشوف الصح صح والغلط غلط. فمن شاهد منكم الشهر فليصم شاهد لا تنسى، ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، يريد الله بكم اليسر، يريد الله بكم اليسر. على قد ما تعبده على قد ما هيصل لك. اكتر اية اثرت في قلبي الاسبوع اللي فات ده، اكتر اية علمت في قلبي الاسبوع اللي فات ده، وانا قاعد مع بعض اخواني عاملين مقرأة قرآن في سورة طه. ففي الاخر كده بقرأ في قول الله او بتكلم في قول الله، اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار ايه لعلك ترضى. قلت يا نهار ابيض، ربنا بيقول لك اعبدني وانا هرضيك، اعبدني وما تشيلش هم حاجة، اعبدني وما تفكرش في حاجة. النبي عليه الصلاة والسلام في سورة طه ربنا بيقول له ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. تخيل لما الداعية يحس بالشقاء من كتر المعوقات اللي في وش الدعوة، والمنع اللي في وش الدعوة، والمشاكل اللي الملتزمين عايشين فيها، والفساد اللي المجتمع فيه، والحرب الموجهة للدعوة. النبي عايش واقع رهيب، ربنا في الاخر بيقول له عايز ترضى؟ عايز ارضيك، عايز اخليك راضي سعيد، كل اللي نفسك فيه محققه لك في دعوتك. سبح بالليل والنهار، اعبدني بالليل والنهار لعلك ترضى. يا اخوانا رمضان فرصة لعلك ترضى،
رمضان فرصة انك تعبد ربنا صح فربنا يرضيك، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم. الله اكبر، عارف يعني ايه ولتكبروا الله؟ يعني تقول الله اكبر. يعني ايه؟ شاب قدامه نص مليون موقع قذر وقدامه الفجور علني، ولما يتحرشوا بفتاة يقول لك الحل ان احنا نفتح بيوت للزنا. انتوا عايزين اكتر من كده؟ ايه هي ناقصة بيوت زنا؟ هي ناقصة زنا؟ هي ناقصة فجور؟ شاب قدامه كل الفجور، قدامه كل الشبهات، قدامه مواقع الالحاد، قدامه مواقع الربوبيين، قدامه الدنيا ضايعة، يدخل رمضان يعبد ربنا في رمضان، يخرج وشه منور موصول بالله، ربنا ميسر له حياته، تشوفه كده تقول الله اكبر الله اكبر. جهد الباطل كله وقع تحت رجلين رمضان، جهد الباطل كله اتخرب بسبب رمضان. ولتكبروا الله على ما هداكم، ده كلمة نصر. رمضان شهر النصر يا جماعة، رمضان بنستشعر فيه ان الدين اقوى من الدنيا. خليهم يعملوا مسلسلات، خليهم يعملوا كاس عالم، خليهم يكملوا برامج الفجور في رمضان، خليهم يعملوا اللي هم عاملينه. رمضان اقوى من كل اللي بيعملوه، رمضان شهر نصر. اما تشوف الشباب اللي قاعدين محرقين قلبهم معاهم عشان يضيعون طول السنة، وفي الاخر ربنا يهديهم في رمضان. ولتكبروا الله على ما هداكم. اخواني واحبابي في الله، يعني عايزين كلنا نعمل ريستارت في رمضان، عايزين كلنا نعرف قيمة رمضان، عايزين كلنا نبقى فاهمين خطورة عبادة ربنا في رمضان. ان شاء الله بإذن الله يعني ربنا كرمنا الشيخ احمد جلال اتكلم، والشيخ طارق سعد ربنا يحفظه اتكلم، ولسه الشيخ عادل لطفي بإذن الله سبحانه وتعالى. عايزين نستفاد من كل واحد من مشايخنا ودعاتنا الى الله يا جماعة، عايزين نستفاد من كل فرصة. والشيخ سامح كمان بإذن الله سبحانه وتعالى، عايزين نستفيد من كل فرصة يا جماعة بإذن الله سبحانه وتعالى. تقربنا من ربنا إن شاء الله بإذن الله. يعني رمضان ده فرصة مهمة جدا وفرصة عظيمة جدا، هنتقابل مع بعض إن شاء الله بإذن الله. انتوا عندكم يعني التراويح هنا، عندكم التراويح مع الشيخ أحمد جلال في مسجد الصديق، عندكم الشيخ احمد جلال هيعمل سلسلة يومية شرح الجزء اللي هيتصلى به في التراويح كل يوم العصر في مسجد الصديق. يعني ايه يعني ممكن يكون بعض الدعاء الدنيا لسه ايه يعني يعني في بعض مشاكل، ولكن ربنا هو الفتاح، وان اغلق باب ربنا يفتح الف باب باذن الله سبحانه وتعالى. عايزين نتعاهد كده ان شاء الله. الاعتكاف يعني بالنسبة لنا هيبقى الاعتكاف في الجماعة الشرعية العشر الاواخر باذن الله. هتتواصلوا بقى مع موضوع الاعتكاف من خلال الورش او من خلال ادارة الجمعية باذن الله سبحانه وتعالى. عايزين كده نشحذ امامنا على رمضان، لان الجمعة الجاية هي اخر جمعة قبل رمضان باذن الله سبحانه وتعالى. ربنا يسددكم يا اخواني، وربنا يوفقكم، وربنا يفتح عليكم، ويعني ان شاء الله باذن الله نلتقي على خير كده. حد عنده اي سؤال؟ حد عايز اي حاجه؟ حد معهوش فلوس؟ حد بيحب؟ ها؟ ربنا يبارك فيكم. الشيخ سامح بقى ربنا يحفظه امام مجمع الفردوس. سؤال مهم، كيف اكون مثلك؟ يا سهله جدا، اصل ربنا طول اليوم انت الموضوع بسيط جدا يعني. كل ما تشوف مصيعه فيها، كل ما تشوف مشكله اوقع نفسك فيها، وانت هتبقى احسن مني 100 مره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد، سيدنا محمد النبي الامي الكريم، وعلى اله وصحبه اجمعين. نبدأ لقاءنا بإذن الله تعالى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عايز أسمع الصلاة على النبي، صوت عالي ترج المسجد، لنغيظ الكفار، لنغيظ أعداء الدين، لنغيظ الملحدين والشيوعيين والليبراليين والعلمانيين وأعداء الدين. ارفع صوتك واجهر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
أنا عايز يعني هذا الأمر ينقلب عليهم. هم دلوقتي عايزينك تشيل الصورة اللي أنت لازقها عندك على البيت عشان ما تصليش على النبي صلى الله عليه وسلم، عايزينك تشيل الصورة اللي أنت لازقها على العربية عشان ما تفكرش حد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لأن عايزك كل ما تدخل أي مكان في ناس تقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. داخل العربية اللهم صل على سيدنا محمد، داخل المواصلات اللهم صل على سيدنا محمد، داخل الشغل بتاعك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ليعلم هؤلاء وأتباعهم وأذنابهم أننا دائما نذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا لا نحتاج لورقة لتذكرنا، ولكنه في قلوبنا دائما نصلي عليه في وقت وحين. فاللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. هذه بداية أحبتي في الله. لكن يعني مشايخنا الفضلاء فضلة الشيخ طارق والشيخ أحمد والشيخ حازم تحدثوا عن فضل شهر رمضان وما ينبغي علينا أن نفعله وأن ندخل به إلى شهر رمضان. ما أريد أن أقوله أمران. الأمر الأول أنك تبدأ من الآن بتعرف كده لما تبقى ماشي على الطريق بالعربية وتلاقي كده علامة ستوب لازم تقف هنا، أنا عايزك تعمل دي النهاردة. النهاردة ستوب، أقف، مفيش معاصي مفيش ذنوب، أقف من النهاردة. لأن أنت داخل على موسم العتق من النيران، داخل على موسم من صام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، داخل على موسم من قام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، داخل على موسم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كل هذه الأشياء لن تأتيك وأنت مستمر على الذنوب والمعاصي. مغفرة الذنوب، من صام رمضان إيمانا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إن في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون. كل ده مش هيجي وانت النهاردة كام شعبان؟ مش هيجي واثنين وعشرين شعبان زي واحد شعبان زي واحد جماد الأولى وأنا نايم عن صلاة الفجر وأنا ما بقومش الليل وأنا ما بقولش أذكار الصباح وأذكار المساء. لأ، الثواب ده هيجي لما أبدأ من الآن أعمل ستوب ستوب للمعاصي، ستوب للذنوب، أوقف كل المعاصي وكل الأخطاء اللي أنا ماشي عليها، وقف من دلوقتي. لأن ربنا عز وجل يقول ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الله عز وجل انت عارف بيعاتب بالآية ديت مين؟ مش بيعاتب بها أحمد ومحمود وعلي، لا 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 لا، انت عارف كان بيعاتب بها مين؟ ده بيعاتب بها الصحابة رضوان الله عليهم بعد أن أسلموا. عارف بكم سنة؟ مين يقول؟ ها؟ بعد أن أسلموا بأربع سنوات، بأربع سنوات الله يعاتبهم ويقول لهم ألم يئن الأوان، ألم يحن الوقت لكي تعودوا، لكي تخشع قلوبكم لذكر الله وما نزل من الحق، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله جل وعلا بهذه الآية إلا أربع سنوات. لسه داخلين في الإسلام بقالهم أربع سنوات، الصحابة الكرام الأطهار الأخيار أفضل الخلق بعد الرسل، بعد إسلامهم بأربع سنوات يقول الله لهم ألم يئن الأوان لتخشع قلوبكم، ألم يئن الأوان لتعودوا، ألم يئن الأوان لتتوبوا. يا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أمال إحنا اللي دخلنا في الإسلام بقالنا عشرين وثلاثين واربعين وستين وسبعين، وفينا اللي غافل وفينا اللي ناسي وفينا اللي نايم وفينا اللي مسرف على نفسه في الذنوب والمعاصي؟ ألم يئن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ ولا احنا عمالين نسمع الكلام بتاع الشيخ حازم ربنا يبارك فيه والشيخ طارق ربنا يحفظه والشيخ أحمد ربنا يبارك في عمره،
وكلام جميل عن رمضان. ده انا لما يجي رمضان مش هسيب الجمعية الشرعية، ده انا لما يجي رمضان مش هسيب درس في الصديق، ده انا لما يجي رمضان هروح انام في السلاب، ده انا لازم اعتكف، ده انا لازم اخلص القرآن 10 مرات. اقول لك انها ليست اماني، مش بالكلام، مش انا نفسي اعمل وما يجي رمضان، لا 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 لا، الكلام مش كده. الله تعالى يقول في كتابه: ولو ارادوا الخروج، ايه اللي يحصل؟ لأعدوا له عدة. المنافقين كانوا بيقولوا للنبي: احنا هنخرج معاك، هنقاتل معاك، هنعمل معاك، بس في الواقع في حد فيهم جاهز سلاح؟ في جهة واحد فيهم جاهز درع؟ في واحد فيهم جاهز فرس عشان يركبوا يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ مفيش. يبقى الموضوع ايه؟ كلام. الموضوع ايه؟ كلام. لكن لو أرادوا الخروج حقا، لو أرادوا أن يجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم حقا، لأعدوا العدة، لكنهم لم يعدوها، فعلم أنهم كاذبون، كاذبين، مجرد كلام. عشان كده الحسن البصري يقول لنا إيه؟ ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وإيه؟ وصدقه العمل. وإن أناسا خرجوا من الدنيا بلا حسنة واحدة، ليه؟ قالوا نحسن الظن بالله وكذبوا. لو أحسنوا الظن إيه اللي يحصل؟ أحسنوا العمل، كان هيتحرك، كان يبدأ من دلوقتي يقيم الليل، يبدأ من شهر شهرين يعود نفسه على الصيام 2 و5 و13 و14 و15، يبدأ يقرأ كل يوم جزء من القرآن، ويزود القراءة، ويزود الصيام، ويزود الإنفاق في سبيل الله، ويبدأ يغض بصره عن الحرام، ويبدأ ما يسمعش حرام، ويبدأ يبطل كل الذنوب والمعاصي. ليه؟ لأنه إنسان فعلاً يريد أن تعتق رقبته من النار، أعد العدة بالفعل. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولا بالشكل، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإيه؟ وأعمالكم. لازم عمل، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب. أنا نفسي تعتق رقبتي من النار، نفسي أكون ممن قام إيماناً واحتساباً، وأتمنى أن أكون ممن صام إيماناً واحتساباً، وأتمنى أن أدخل من باب الريان، لكنني لست أتمنى وفقط، بل أتمنى وأعد الإيه؟ وأعد العدة من زمان وأنا بتعود على الصيام، عشان لما يجي رمضان الصيام ده بالنسبة لي بقى شيء إيه؟ طبيعي. ما تجيش تلاقي الموظف أول يوم في رمضان حد بيكلمه يقول له سيبه، أصله إيه؟ صدع. ليه؟ اصل هو ما اتدربش قبل كده على الايه؟ على الصيام. تيجي في اول اسبوع من رمضان تلاقي الجمعيه الشرعيه مقفوله، الناس كلها واقفه بتصلي ايه؟ قيام. اليوم الثامن بدا صفين يقلوا، اليوم العاشر بدا نص الجمعيه يمشي، اليوم ال11 ال12 ال13 بدا ما تلاقيش الا 3 4 صفوف ورا الامام. ليه؟ اصل هو ايه؟ ما سخنش. انت عارف في ناس كتير دلوقتي بتتفرج على كاس العالم، صح؟ المفروض ان احنا الناس اللي بتتفرج على كاس العالم دي تاخد العبرة، تاخد العظة. الحكمة ضالة المؤمن اينما وجدها فهو ايه؟ احق الناس بها. اخد عبرة من كاس العالم، اخد عبرة من كاس العالم. الناس اللي عمالة تلعب والمباريات والفرق اللي عمالة تتدرب، تلاقي الفرقة من دول قبل كاس العالم عملت شهر معسكر ولعبت مع فريق كذا واتدربت مع فريق زي الفريق اللي هتلعب معاه. الكلام ده كله ليه؟ عشان اما تيجي تخش كاس العالم تعرف تعمل ايه؟ تجيب كاس العالم، او على الاقل تحقق مرتبة عالية، تجيب مركز عالي. لكن هل لقيت فرقة من دولي طلع من بلد ودخل على كاس العالم على طول؟ لا، بيتدرب ويعمل معسكرات. انا اولى بكده، انا اولى ان انا قبل رمضان اتدرب على الطاعة، اتدرب على الصيام، اتدرب على القيام. طب تعالى بسرعة كده عشان ما نطولش عليكم، احنا قلنا المفروض ان احنا نكون بدأنا نتدرب على الصيام. طب يا ترى، واظن ان انا اول المقصرين، يا ترى بدأنا ندرب نفسنا على قيام الليل؟ يا ترى امبارح قمت بكام جزء؟ بلاش كام جزء، قمت بكام ربع؟ يا ترى امبارح قمت بكام صفحة من القرآن الكريم؟ ولا احنا بقى بنتكلم وخلاص؟ احنا بنتكلم وخلاص، ولا احنا فعلا امبارح صلينا قيام ليل بجزء، واول امبارح صلينا بجزئين،
يا ترى حالنا ايه مع القيام؟ تعالى كده ناخد بسرعة كم معلومة، يا ترى ليه نقيم الليل عشان نتحفز كده، والنهاردة اللي ما بدأش يقيم الليل يبدأ من دلوقتي يعود نفسه الأسبوع اللي فاضل ده على قيام الليل. ليه نقيم الليل؟ ليه نقيم الليل؟ تعالى كده نعرف مع بعض. أول حاجة نقيم الليل عشانها، عشان الليل ده اللي ربنا بيقول لك فيه اطلب واتمنى. انت عايز ايه؟ ربنا بيقول لك اطلب واتمنى، انت عايز ايه؟ ماذا تريد؟ لو تخيلنا دلوقتي ان الشيخ طارق ربنا يبارك فيه، عارفين الشيخ طارق سعد شيخنا واستاذنا، الشيخ طارق قال لك انا هاجي دلوقتي النهارده، ايه النهارده الجمعه، هاجي بالليل الساعه 3 واقف قدام الجمعيه الشرعيه واجيب كونتينر كبير، حاويه كبيره مليانه فلوس، واللي عايز 1000 جنيه يجي وانا اديله، واللي عايز 10000 يجي وانا اديله، واللي عايز 5000 يجي وانا اديله، بس مش هوزع غير الساعه 3 بالليل. يا ترى شيخ طارق هتلاقي الناس عامله ايه؟ اظن هتلاقي المنصوره كلها قدام الجمعيه هنا، صح؟ ايه رايك ان ربنا عز وجل كل ليله، كل ليله، مفيش ليله بتعدي الا لما ينزل ويعرض عليك افضل من كده واعظم من كده واجمل من كده. اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يتنزل ربنا جل وعلا إلى سماء الدنيا حين يمضي الثلث الأول من الليل فيقول: أنا الملك، أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ ولا يزال كذلك كل ليلة حتى يطلع الفجر. كل ليلة، كل ليلة الله عز وجل يتنزل إلى سماء الدنيا تنزلا يليق بجلاله وكماله فيقول: أنا الملك، أنا الذي أملك كل شيء، أنا الذي أملك المال والصحة والولد والجاه والرزق والمنصب وكل شيء، أنا الذي أملكه، ألا تريد شيئا مني؟ من ذا الذي يسأل الملك؟ من ذا الذي يسأل من يملك كل شيء؟ ألا تريد شيئا من الله؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ مالكش حاجة عند ربنا؟ ألا تريد صحة؟ ألا تريد سعة في الرزق؟ ألا تريد ولدا صالحا؟ ألا تريد أن يمن الله عليك نعمة حفظ القرآن؟ ألا تريد شيئا من الله؟ ده احنا قلنا اللي عايز 10 جنيه هيجي يقف قدام الجمعية الشرعية الساعة 3 بالليل. طب اللي عايز هداية، اللي عايز ربنا يبلغه رمضان، اللي عايز عتق من النيران، ما يقومش لله عز وجل بالليل؟ يبقى لازم من النهارده نعمل ايه؟ نقوم نصلي قيام ليل، لو ركعتين بعد صلاة العشاء، لكن اوعى النهارده يعدي عليك غير لما تبدأ في التعود على القيام. بنقوم قيام الليل ليه كمان؟ لأن قيام الليل عون على هموم الحياة، عون على متاعب الحياة. كل إنسان فينا يحمل همًا، يحمل عبئًا على صدره يعيش به في الدنيا، نسأل الله أن يخفف عنا كل ابتلاء وهم. طب اللي يعني على تحمل هذه الأعباء إيه؟ إيه؟ ها؟ قيام الليل يا جماعة، قيام الليل. مش ربنا عز وجل بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ليه يا رب؟ ليه؟ ها؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلة، أمانة ثقيلة. فالذي يعينك على تحمل هذه الأمانة، الذي يعينك على أداء هذه الرسالة وعلى تحمل هذا العبء إيه؟ قيام الليل. إن ناشئة الليل هي إيه؟ أشد وطئا وأقوم قيلة. إذن نقوم نصلي بالليل لأن قيام الليل عون على متاعب الحياة. نقوم نصلي بالليل لأن الليل ثمن الجنة. لسه سمعين الحديث من الشيخ طارق: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله. الجنة دي تجيلك بقى وانت نايم مقضي الليل كله نوم، ولا الجنة دي تجيلك وانت صلي بالليل لله عز وجل؟ اسمع قول الله تعالى: إن المتقين في جنات وإيه؟ وعيون، آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك في الدنيا كانوا محسنين. إيه وجه الإحسان بتاعهم يا رب؟
كانوا ايه؟ قليلا من الليل ما يهجعون، ما كانش بينام الا حاجه بسيطه جدا، قليلا من الليل ما ينام، مش بينام 7 ساعات و8 ساعات في الليل، ده وقت قليل جدا. عشان كده لما واحد راح لسيدنا عمر بن الخطاب بعد الظهر كده بيخبط عليه، ف وبعدين راح راجع متحرج انه خبط على سيدنا عمر في الوقت ده، فسيدنا عمر طلع شاف الراجل قال له انت رجعت ليه؟ قال له خفت ان تكون قائلا، يعني نايم نومه الايه؟ القيلوله. فسيدنا عمر قال له بئس ما قلت، انا افعل هذا لئن نمت بالنهار لضيعت رعيتي، ولئن نمت بالليل ضيعت نفسي. ما كانوش بيناموا بالليل. سيدنا عبد الله بن عمر لما شاف الرؤيا ان ملاكين دول وخدوا للنار، واذا هي مطويه كالبئر، واذا لها قرنان كالبئر، واذا فيها اناس في الدنيا يعرفهم، واذا جاءه ملك ثالث فاخذه وقال له لم ترع، فاصبح فذكر الرؤيا للسيده حفصه، فذكرتها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها ايه؟ نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي بالليل. سالم مولى عبد الله بن عمر رحيل ايه؟ فكان عبد الله بعدها لا ينام الا قليلا، وقت قليل جدا. عشان كده من صفات عباد الرحمن ايه؟ والذين يبيتون لربهم. نايمين على السرير صح؟ نايمين قدام الفيسبوك؟ لا. قدام التوك شو؟ لا. امال نايمين بيعملوا ايه طول الليل؟ بيعملوا ايه؟ يبيتون لربهم سجدا وقياما. اللهم اجعلنا منهم يا رب. ما بينامش بالليل، هو الليل بتاعه سجود وقيام وركوع، ده المؤمن، دول عباد الرحمن الذين وعدهم الله في النهاية بقال ايه؟ ها؟ أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلام. إيه الغرفة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. ناس نايمة لكن هو إيه؟ بينامش، واقف لله عز وجل، واقف يصلي بين يدي الله عز وجل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في الحديث، يعرفنا الغرفة، يقول لنا إيه؟ إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف في السماء كالكوكب الدري كما تتراءون الكوكب الدري في الدنيا. تعرف لما تطلع دلوقتي فوق الجمعية الشرعية على السطح كده وتلاقي نجوم بعيد في السماء، عارف أهل الجنة لما يخشوا الجنة هيلاقوا حاجات زي دي بعيد في السماء. عارف اللي بعيد دول مين؟ دول أهل الغرف، أهل الغرفة الذين يجزيهم الله عز وجل الغرفة لأنهم كانوا من عباد الرحمن وكان من صفاتهم والذين يبيتون لربهم سجدا. نايم قاعد بالليل يصلي ساجد وقائم. لا مش كده وبس، من جزاء قيام الليل أن له جزاء لا يعلمه إلا الله جل وعلا. في جزاء لقيام الليل ما يعرفوش غير ربنا عز وجل، ما قالوش. في جزاء ربنا قاله، في جزاء جه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في جزاء أو ثواب لقيام الليل لم يأتي في كتاب الله ولم يأتي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أخفاه الله عز وجل. ليه؟ لأنهم أخفوا العمل، لأنهم إيه؟ أخفوا العمل. إن ربنا عز وجل يقول عن ثواب قيام الليل أن له ثوابا، أولئك الآية على ما أتذكر أن الله عز وجل أخفى هذا الثواب. حد يذكرني بالآية؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ليه يا رب؟ جزاء بما كانوا يعملون. سيدنا عبد الله بن عباس يقول الجزاء في ذلك أعظم من أن يعلمه إنسان، الثواب في ذلك أعظم من أن يعلمه إنسان. وسيدنا الحسن البصري يقول لك إيه؟ لأن هؤلاء أخفوا العمل عن الناس فأخفى الله لهم الإيه؟ الجزاء. اللي واقف يصلي بالليل مش واقف يصلي عشان حد يشوفه، ولا واقف يصلي عشان حد يتكلم عليه، هو واقف يصلي لمين؟ لله عز وجل. فلأنه أخفى العمل عن الناس فأخفى الله له الجزاء ولم يعلنه على الناس. أخيرا وعشان أختم، تعال نشوف كده قيام النبي صلى الله عليه وسلم. كلنا حافظين حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم الليل حتى تورمت قدماه، وفي رواية تشققت قدماه، وفي رواية تفطرت قدماه.
هي رجليه ورمت الأول وبعد ما ورمت شققت. طب يا ترى ده هيجي بقيام ساعة ولا ساعتين ولا ثلاث ساعات؟ ولا النبي ما كانش بيسيب قيام الليل ولا ليلة؟ صح، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك قيام الليل. فالسيدة عائشة بتقول له: يا رسول الله، أليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال لها إيه؟ كلنا حافظين، أنا عايز أسمع. أفلا أكون عبدا شكورا؟ خلي بالك، النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش ذنوب، ما فيش معاصي، معصوم، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع كده واقف يصلي إيه؟ قيام ليل. طب أنا وأنت اللي مش ضامنين إن سيئة واحدة اتغفرت، أنا وأنت اللي الصحف بتاعتنا يعني مليانة سيئات وذنوب ومعاصي، ده احنا مش هنقوم عشان نشكر ربنا، ده احنا هنقوم عشان إيه؟ طمعا في المغفرة، طمعا في الرحمة، إن ربنا يغفر لنا الذنوب، الله عز وجل يغفر لنا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تورمت قدماه. تعال شوف كده واحد اسمه أبو مسلم الخولاني. مسلم الخولاني كان يقوم يصلي الليل ومعلق في البيت بتاعه كرباج، عارف الكرباج؟ صوت معلقه، وساعة ما يلاقي نفسه تعب من قيام الليل يعمل إيه؟ يروح جايب الكرباج ويضرب بيه رجله ويقول لها: قومي قومي، والله لأزحفن بك زحفا حتى يكون الكلل منك لا مني. أنا مش هزهق، هفضل أقف على رجلي طول الليل، أصلي الليل طوال حياتي حتى يكون الكلل منك لا مني. أيظن أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا؟ والله لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم خلفوا وراءهم رجالا. يقسم أنه سيزاحم أن الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلموا أنهم خلفوا وراءهم رجالة، مش بنات، مش ناس بتنام بالليل، لأن الناس دي قائمة لله عز وجل بالليل. فيا ترى سنكون مثلهم؟ سنكون رجالا من الليلة؟ ابدأ في قيام الليل، اوعى تفوت قيام الليل من الليلة دي. ما تمشيش من الجمعية الشرعية لما تصلي ركعتين أو أربعة، لازم تصلي قيام الليل، لأنك لو ما تعودتش من النهاردة مش هتبدأ تصلي قيام الليل اللي في رمضان. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا صيام رمضان وقيامه، وأن يجعلنا فيه من عتقائه من النار ومن المقبولين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.